برنامجكم حكايتك معانا. زي ما احنا متعودين ان كل حلقه بيكون معانا ضيف جديد وحلم جديد وهدف جديد. النهارده ضيفنا هيكون ضيف مميز معانا عشان هي بابا زينا زيها. حابين انها توجه رساله لكل الشباب من برنامجنا. نحب نرحب بالضيفه وداد معانا الموجوده النهارده معانا في برنامج حكايتك معانا. اهلا وسهلا بيكي يا وداد. اهلا وسهلا بيكي يا وداد. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ تمام كويس. مبدئيا كده حابين ان انت تعرفي نفسك للساده المشاهدين. تمام. انا اسمي داد محمد، مدرب التنمية البشرية صناعة خدمة اجتماعية، لسه بدرس حاليا. تمام. زي يعني زي مبدئيا حابين نعرف كل واحد فينا في مرحلة الطفولة بيمر بيكون ليه مرحلة او مواقف بتأثر فيه في مرحلة الطفولة بتفضل فترة قاعدة في ذهنه لحد ما هو بيكبر. اول ما حد بيقول لك طفولتك ايه يا وداد، ايه اول حاجة بتيجي في الطفولة دي وايه المواقف اللي أثرت فيكي في المرحلة؟ اول حاجه بفتكرها لما حد يقول لي طفولتي ان انا ولد. كنت دايما مفكره في الطفوله بتاعتي ان انا جزء من الولاد. عشان طبعا شويه بس طبيه مع ولاد، معايا اخوات ولاد معايش بنات، زائد ان انا عيال خالتي وقرايبي كلهم معظمهم كمان ولاد، وعمامي برضه يعني زي ما بتقولي مجتمع ذكوري. طبعا مجتمع ذكوري شويه. فاللي هي كل الحكايه كل ما افتكر ايام ابتدائي افتكر المعاملات بتاعتي. كانت معظم المعاملات بتاعتي ان انا مع الولاد، تصرفاتي تصرفات ولاد، ما كنتش بنت خالص، ما كنتش معتمده ان انا بنت. حتى الالعاب يعني انا كنت بلعب كره قدم، كنت بلعب العاب كتير خالص بتاعت الولاد. اكيد كمان الدروس بتروحيها مع الولاد والمدرسه مع الولاد والرحلات كله مع الولاد. ولما يجي نلعب بقى البنات والولاد بيلموا بعضيهم، لا انا دايما تلاقيني في الوقت بتاع الولاد انا هروح العب. فهو كده بقى البنات بعد كده بنجمع ومش عارف ايه وطلبات باص والكلام ده كله ده اشتغلت فيه. طب دي بالنسبه لك ميزه ولا عيب؟ يعني انت كنت في وسط المجتمع الذكوري. شايفاها دلوقتي بالنسبه لي انا كنت شايفاها في الاول عيب. يعني هو بنت ليه لا عايزه بنت زيها وتمشي معاها ومش عارف ايه، لكن لا انا شايفه دلوقتي ان انا خدت طبعا ولاد فانا عارفه ازاي اتاقلم في الحياه هنا، لان معظمنا طبعا المجتمع زي ما انت شايفاه طبعا يعني مش محتاج ان انت لا تعيشي دور اكتر بنت. حبيت حكايه ان اخواتي لا بيكون معايا اخوات ولادي يحاموا عليكي يخافوا عليكي، خدت من طبعا شويه ازاي ان انا اتعامل في مواقف. تمام. يعني على ما اظن ان انا لو كنت اتعاملت مع بنات اكتر كنت هخاف مواقف كتير خالص، كنت هفضل في وقت. لكن احنا بنطلع وبنخطب كتير ولان اخواتي الولاد علموني الجراء. اي حاجه بتعمليها اي حاجه تقوليها، بس طبعا ده كله ده حاجه اللي تعمليها صح مش غلط طبعا اكيد. بس ف يعني طفولتي معظمها كانت بالطريقه دي، ان هي دايما كنت دايما متحازه اكتر لركن الولاد. بقى نيجي ننتقل لمرحله ثانيه اللي هي مرحله الاعداديه. كان ماشي على نفس الوتيره ان هي برضو نفس المجتمع اللي انت عايشه فيه مجتمع ذكوري، ولا حبيتي تختلطي شويه في البنات عشان تعرفي هما بيفكروا ازاي عايشين ازاي حياتهم ازاي؟ هي دي جت المشكله بقى، ان انت في ابتدائي كانت ولاد وبنات فانت كده كده معلومه على طول في المدارس دروس والكلام ده. طبعا تيجي تنتقلي لبره فتره الاعدادي. الاعدادي طبعا مدرسه اعدادي تمام، بنات بس. فاللي انا كنت بتعامل باسلوب ايه؟ الولاد. الولاد يعني انا عايزه العب كره قدم مش لاقي حد يلعب معايا، عايزه العب مش عارف ايه، لا مش لاقي حد يعمل زي ما انا كنت بعمل في ابتدائي. واجهتي صعوبه في ده انك ان انا اخلي مع ان البنات دايما طبعا زي ما انت عارفه انا لا انا كنت ممكن ان انا اعمل اي حاجه البس اي حاجه واطلع، لكن البنات طبعا زي ما احنا عارفين لا لازم تعمل كذا لازم مش عارف ايه عشان فطبعا واجهت من الصعوبه هنا ابتدينا بقى ان انا اعوض على طبع البنات اكتر، احاول اخده من الاسلوب ده كان صعب عليا شويه بس يعني ما اتخطيت الاعدادي بقى. طيب بالنسبه للثانويه العامه، كل واحد فينا في ثانويه عامه او احنا كبنات بنحب في الثانويه العامه بيبقى لينا طابع خاص اللي هو من المدرسه الدروس بالليل بنذاكر بقى، اللي هو عارف البنات دحيحه شويه عن الولاد، اللي هو لا الولاد ممكن ينفضوا من اول السنه ويجي يلوموا نفسهم في الاخر، انما البنات لا هم بنذاكر من الاول وكده. كنا حابين نعرف ايه حلمك او الكليه اللي كان نفسك تدخليها وهل دخلتيها ولا لا؟ بغض النظر انا كنت في الثانوي طبعا نسيبك من كنت حاولت خلاص ان انا اتاقلم كبنت، فكنت لا بذاكر لازم اشتغل لازم اعمل مش عارفه الكليه عشان اخش الكليه اللي انا حباها. كنت اكتر ماده بحبها هي الرياضيات، بحب جدا الرياضه دي، عايز اقول لك ان انا بعشقها. دخلت علم رياضه عشان الرياضه بس،
كلهم اصحابي دخلوا على المعلوم مش عارفه ايه، لا انا عايزه اعمل رياضه. تمام، دخلت على اساس ان انت تخش كليه تجاره كليه هندسه، طبعا ده حلم كل واحد فينا اللي هو مامته تقول له كليه هندسه كليه طب، فليت اساسا فليتي اساسا انا كده كده حابه الرياضه، فقال لها دخلها عشان انا حاجه حباها مش عشان ماما قايله لي في البيت او هم عايزين كده. ففعلا دخلت، حاولت ان انا اخش فيها، دخلت واتاقلمت في الحكايه، كنت ماشيه كويس بذاكر وبروح وباجي مع اصحابي وعايش حياتي، خلاص اتاقلمت ان انا بنت. زائد الدروس كانت معانا، بس طبعا فتره الدروس تطلعي من اول الصبح ترجعي لي بالليل وتاكلي، وبعد كده عليك ان انت تذاكري وتصحي الصبح نفس النظام ده. كنت عايشه حياتي عادي جدا. حياتي الثانوي العامه، الثانويه العامه عموما حياه روتينيه اللي بيحصل في كل يوم وهو بيتكرر في اليوم اللي بعده. بس فالمواد بطل من حاجه في الثانويه كانت صعبه شويه، اني كنت بحاول ان انا عايزه اعمل حاجات كتير وخلاص ومش عارفه، بحكم طبعا ان انت بنت ومعاك اخوات الولاد. زي ايه؟ يعني انا كنت بحب ان انا زي كده بعد ما اخلص مثلا من الدروس اقول عايزه اطلع مع اصحابي، عايزه اشوف يعني مثلا كنت حابه ان انت تطلعي رحلات في البيت، اطلع حاجات زي كده. اخواتي لا طبعا خوفا عليك، يعني انا كانوا خايفين عليا مش اكتر، اكيد فهماني. فاللي انت البنت الوحيده اللي بينهم، فاللي هو كلهم حاطك فهماني، بس انت بتاعي فتره ممكن انت عايزه تتخني يعني عايزه اطلع، بس هما لا حاطينك على طول، هما كانوا دايما يعني صح، هما اليوم لحد دلوقتي حتى في يمكن قصتك شبه قصتي شويه، ان انا نفس الظروف بمر بيها كده الحمد لله. اكيد الواحد قادر يتغلب على الموقف ده، ودليل ان احنا موجودين هنا دلوقتي وعادي مش عاملين اي حاجه. اللي هما الاول كانوا مترفضين كل حاجه، بس دلوقتي لا خلاص هما بيتقبلوا الحكايه مفيش اي حاجه. طبعا زي فتره السنه ان انت كنت سيبك من احلامك والكلام زي كده، الحلم بتاعي الحمد لله خدت بعد السنه من فتره اكتئاب بعد النتيجه طلعت. المصيبه اللي ضايقتني ان انا جبت ماده في الرياضه فهماني، يعني اكتر ماده بحبها هي اللي جبت فيها مادة. لا ازاي انت بتقولي اكتر مادة بتحبيها رياضة واكتر مادة متفوقة فيها كده؟ تروحي تشيل الرياضة؟ كنت شلت رياضة فعلا، رحت عشان اعمل تظلم وعشان اعمل حاجات كتير خالص، وحتى معاكي ظروف يعني ايام الامتحانات كنت تعبانة وكده. ازاي انت كنت تعبانة بس اللي انت حابة الحاجة فهماني، مش عايزة اللي حصل انت مستسهلة مش مستسهلة، لا انت كده كده بتذاكري تمام، بس كل الحكايه ان انت ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عايز ان انا اخش الكليه دي، لان انا لما رحت عملت تظلم او عملت تصحيح عايزه اقول لك ان حاجات كتير كانت صح ومعموله غلط. نعم قال لي لا التظلم بالنسبه لك ان انت بنجمع لك الدرجات اللي هي مش موجوده، لكن لو عايزه تصححي مسائل او دي حاجه ثانيه. دي عايزه لك سنه. سنه؟ قال لي سنه عشان تصححي الحاجه وتخشي بعد كده الكليه. يعني انا اضيع سنه من عمري؟ تضيعي سنه من عمرك عشان عشان كان درجة في اللغة. خلاص تقبلت الموضوع ان انا امتحنت المادة عادي خالص، امتحنتها وطلع كمان الحمد لله طلعت فيها كويس. بعد كده جينا نتيجة بقى التنسيق كليات طبعا انا كنت تنسيق تالت عشان المادة طبعا مفيش كليات هنا في هنا اكيد خلاص. العدد بتاعنا احنا الدفعة بتاعتنا كانت كبيرة خالص، فالعدد الثمان، فاللي انت عايزه تخشي كليه تخشي محافظه تاني في محافظه تاني. ففي البيت بنحاول ان احنا نقنعهم لا ما ينفعش بنت ما تطلعش بره، غلط ان هي بنت تسافر، طب دي كليه هاخد سنه وهرجع، لا غلط برضه. فكانت الحكايه صعبه شويه برضه. حتى ما اقتنعوش بفكره ان انت تاخدي سنه وتحولي بعدين هنا مدينه في هنا وكده؟ لا محدش حاول، ما اقتنع خالص بالفكره دي، خلاص انت خشي خدمه. طب ازاي اخشي خدمه؟ لا خشي خدمه ان هي هنا موجوده هنا فخلاص هتكون اسهل. كمان يعني كمان معهد مش كليه. وان انت دايما الجمله اللي دايما بنسمعها ان البيت البنت اخرها ايه؟ بيتها. فاللي هو طبعا الجمله الشهيره اللي بنسمعها في كل بيت. فاللي هو انا دخلت خدمه، سيبك من حاله الاكتئاب اللي كانت في ثانوي، دخلنا على حاله اكتئاب ان احنا في الكليه. المصيبه ان انت رايحه على موقع انت مش حباه، مش مفضلاه اساسا. ناس جديده عليك. ناس انت مستغربه الحكايه. فداخله على حاجه كله كلام كان بيقول ان الخدمه سهله، انا على اساس ان انا مش هروح كده كده بكره المعمل، فاللي انت مش هتروحي. لا ده في نظام غياب وحضور وشغل وابحاث وابحاث وتدريبات وتدريب ميداني لازم تحضري وشغل. انا ما كنتش عامله حساب ده كله. مفيش كليه سهله. اللي انت اساسا مش
حابه الكليه الخدمه اللي انت داخلاها وكمان فيها شغل فاللي انت مجبره عليها غصب عنك. اكتئاب خدتي فتره اكتئاب فظيعه حركه سنتين اللي هي ما من صح كنت بقول دايما على نفسي فاشله مش لاقي حاجه اعملها. فعديت قلت خلاص زي ما هم بيقولوا باين عليهم اخذت البنت بيتها والكلام ده. اقتنعت بكده فاللي هو خلاص يعني عارفه اللي استسلمت على الاهل. ففي سنه ثالثه حضرت حاجه كنت عاملين احنا في خدمه حاجه اسمها تنميه بشريه بس حبيت ان انا اخش المجال اكتر اشوف ايه هيحصل. ده كان يمكن التنميه البشريه كان بدايه نجاحك؟ يعني انا عايزه اقول لك ان انا اول يمكن اتولدتي من جديد يوم على ايه يعني هو بجد اليوم ده مقدرش انساه. كنت في الترم الثاني